أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن المملكة العربية السعودية ليست بحاجة لرفع الدعم عن الطاقة، حيث أنها أكبر منتج للنفط في العالم، وأن منتجات الوقود هي إنتاج محلي. جاء ذلك عقب الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون الذي عقد في الرياض بمشاركة العديد من الوزراء وخبراء النفط.